هذه الحصة هي موجهة لطلبة الفصل الرابع من علم الاجتماع ووحدة علم الاجتماع القروي. بالنسبة لهذه الوحدة فسبق لي في الحصص أثناء السير العادي للدراسة أن تطرقت لمجموعة من المواضيع التي تخص علم الاجتماع القروي، ومن بين هذه المواضيع كان هو موضوع علم الاجتماع القروي، المنهج المستخدم في علم الاجتماع القروي، الغاية من علم الاجتماع القروي. ثم الآن في هذه الحصة سأتطرق لموضوع ابن خلدون وعلم الاجتماع القروي. في مقال لمارسيل جوليفي لا فوكاسيون اكتويل دو لا سوسيولوجي ريغال، فهو يتحدث على أن علم الاجتماع القروي له مجموعة من التيمات إن صح القول التام التي يدرسها علماء الاجتماع القروي، ومن بين أو أول هذه التيمات هناك تيمة القرية والمدينة. وبالتالي إن صح القول أن ثنائية المدينة والقرية فهي تعتبر من أقدم التيمات التي تم تناولها في إطار علم الاجتماع القروي. وفي هذا الإطار كان من الضروري العودة إلى ابن خلدون ومحاولة البحث في هذه الثنائية من خلال طبيعة الحال ابن خلدون لم يتحدث عن ثنائية القرية المدينة، إنما تحدث عن علاقة الحضر بالبدو. ولكن عموما أنه بالنسبة للبدو بطبيعة الحال فالبدو ليس هو أو البادية ليست هي القرية، فالبادية في أصلها اللغوي في لسان العرب، فنجد أن البادية فهي لا تعني بالضرورة المعنى المقصود في الوقت الحالي، إنما البادية فهي تعني الصحراء. بالتالي فالبدو هم أهل الصحراء، لكن استخدامنا للبدو هنا وعند ابن خلدون طبيعة الحال، فابن خلدون يمكننا أن نميز في عند نميز في مفهوم أو في البدو بين البدو الرحل الذين خاصة رعاة الإبل الذين كانت لهم نمط حياة يقوم على الترحال، والبدو المستقرين. بالتالي فالزراع أو الذين يمارسون الزراعة فهم أيضا يدخلون في إطار البدو. لذلك فما سنركز عليه هو البدو المستقرين إن صح القول، وليس أولئك الذين كانوا في السابق أو كانوا يقومون بتربية أو برعي الإبل والأغنام في الصحراء، إنما سأركز على البدو المستقرين الذين يمارسون الزراعة. وبالتالي أن هنا أتحدث عن بالنسبة عن ثنائية القرية والمدينة التي تعتبر من كلاسيكيات علم الاجتماع القروي، فهي الآن أتحدث عنها بالنسبة لابن خلدون من خلال ثنائية البدو والحضر. هذه الثنائية في نهاية المطاف يمكن أن تعالج بالنسبة لابن خلدون انطلاقا من ثلاث جوانب أساسية. الجانب الأول يتعلق بالأسبقية التاريخية، بمعنى أسبقية بالنسبة لابن خلدون كان سؤال بشكل من الأشكال هو من الأسبق، هل البدو أم الحضر؟ وسيجيب على ذلك وسيستعرض أدلة التي يؤكد من خلالها قوله. ثم أنه هناك أيضا موضوع خصائص أهل البدو وأهل الحضر، بمعنى خصائص سكان المدينة والقرويون المستقرون إن صح القول بالنسبة لمفهوم البدو. هنا أتحدث كنا بالنسبة عندما أتحدث عن البدو فإنني أركز على المستقرون، على الذين يمارسون الزراعة ويعيشون حياة مستقرة. وآخر إشكالية أو إن صح القول آخر موضوع في إطار تناول ابن خلدون هو العلاقة بين البدو والحضر. بالنسبة للموضوع الأول المتعلق بالأسبقية التاريخية، فابن خلدون
فهو يؤكد على أن العمران البدوي هو سابق على العمران الحضري، بمعنى أن البدو فهو في نهاية المطاف سابق على الحضر، فوجود البدو وجد في البداية البدو ثم فيما بعد ظهر الحضر. فليؤكد ذلك ابن خلدون فهو أكد على أن أكثر أهل المدن فهم عادة يكونون من البدو المجاورين، بمعنى أنه ابن خلدون يعتبر أن البدو أو أن المدن فهي تشكلت من البدو الذين كانوا يحيطون بها، وأن أصول هؤلاء البدو فهو هؤلاء فهم ينحدرون من البدو، وبالتالي فسكان المدن هم كانوا بدويين في السابق، ثم أنهم تمدنوا إن صح القول وأصبحوا يعيشون حياة حضرية. أيضا بالأدلة دائما يتحدث ابن خلدون على أنه البدو فهم في العادة يكتفون في معاشهم أو يعتمدون في معاشهم على ما هو ضروري، في حين أن أهل المدن فهم يعتمدون على ما هو كمالي. ومن المعروف بالنسبة لابن خلدون وما يؤكد عليه ابن خلدون هو أن ما هو ضروري فهو أقدم مما هو كمالي وسابق عليه، بالتالي فأهل البدو أو أن البدو في نهاية المطاف فهم يعتمدون على ما هو ضروري من أجل العيش، في حين أن المدينة فهي تتوفر فيها ما هو كمالي. ومن المعروف أن الإنسان بطبعه فهو يميل في البداية إلى تحقيق ما هو ضروري ثم فيما بعد يلجأ إلى ما هو كمالي، وبما أن أهل البدو فهم معيشتهم يقتصرون فيها على ما هو ضروري، وأهل المدينة فهم يعتمدون على ما هو كمالي، فيعتبر أن الضروري أصل والكمالي هو فرع ناشئ عنه. الأصل هو البدو وأن الكمالي أو المدينة هو فرع ناشئ عنه، لذلك فالبدو هو سابق على الحضر، ويؤكد ذلك ابن خلدون بقوله أن خشونة البداوة فهي قبل رقة الحضارة، فأن نمط الحياة إن صح القول هو الذي يحدد نمط الحياة المدينة، فهو نمط فيه رقة، فيه طرف، فيه ما هو كمالي، في حين أن نمط الحياة القرية أو البدو فهو حياة يتصف بالخشونة، لأن الحياة البدو فهي تحتاج إلى أن يكون الإنسان خشنا، وبالتالي أنه هذه الخشونة وهذه الرقة فالخشونة هي أصل، في حين أن الرقة فهي تأتي فيما بعد، فبمعنى أنه حياة الناس فهي تكون في البداية تتصف بالخشونة، لأن الحياة البدو هي صعبة لأنها تحتاج إلى تربية الماشية، إلى خصوصا أن هناك البادية فمن العمل الشاق، في حين أن المدينة فهي تتوفر فيها مجموعة من أسباب الراحة والكمال. لذلك فابن خلدون يعتبر أن من ناحية تاريخية فالبدو هو سابق على الحضر، وليؤكد على ذلك أن غاية البدوي بالنسبة لابن خلدون هي التمدن، أن البدوي يطمح دائما إلى أن يكون متمدنا، في حين أنه الذي يعيش في المدينة فهو في العادة فهو لا ينظر إلى البادية ولا يعتبرها هي المبتغى، في حين أن مبتغى البدوي واضح هو المدينة، في حين أن الذي يعيش في المدينة فهو لا ينظر إلى البادية ولا يلقي لها اهتمام. لذلك دونك من الناحية التاريخية بالنسبة لابن خلدون البدو فهم أسبق من الحضر، وأن المدينة فهي تشكلت من القرى أو من البدو المجاورين لها. وبطبيعة الحال أن ابن خلدون فهو يعتبر أنه في كتابه المعروف المقدمة وليس المقدمة كما هو شائع، في كتاب المقدمة فهو يعتبر أن العرب فهم أكثر بداوة وتوغلا في القفار، وأنهم أمة وحشية والتوحش فيهم فطرة وشيء طبيعي في هذه العرب، وأنهم يتصفون بعدم الخضوع للسلطة الحكام، وأن طبائع العرب في نهاية المطاف بالنسبة لابن خلدون فهي منافية للعمران وهادمة له، لكن الدين هو الذي يجعل قيام العمران لدى العربي ممكنا. وبطبيعة الحال أنه
هذا قول ابن خلدون في نهاية المطاف. بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو موضوع الخصائص المميزة لأهل البدو وأهل الحضر، فيمكننا أن نميز بين الحضر وبين البدو والحضر بالنسبة لابن خلدون اعتمادا على مجموعة من المعايير، ومن بين هذه المعايير ف معيار المورفولوجي، صح القول المورفولوجي، كنتكلموا عندما اتحدث عن المورفولوجيا فانا اتحدث عن الشكل. فمن ناحيه المورفولوجيا البدو فهم يعيشون في العاده بالنسبه لابن خلدون في مجال مفتوح، في حين ان اهل الحضاره فهم يعيشون في مجال مغلق. وهذا المجال المفتوح الذي يشغله البدو فهو يتصف عاده بكثافه سكانيه ضعيفه، وأن هؤلاء السكان الذين يعيشون في هذا المجال عادة فهم يعيشون في خيام، خيمة، ولأن لماذا الخيمة؟ لأن بطبيعة الخيمة لأنها هي الأكثر تلاؤما مع طبيعة السكان، مع طبيعة العيش في لدى البدو، فهم يعيشون في خيام وقياطن، وأنهم يستقرون عادة في الجبال والقفار والصحراء. دونك هذه خصائص إن صح القول المورفولوجية الشكلية للبدو. بالنسبة للحضر فهم يعيشون عادة بالنسبة لابن خلدون في مجال مغلق، وأنهم هذا المجال الذي يكون مغلقا فهو لماذا هو مغلق؟ لأنه محاط، عادة ما يكون محاط بصور. فالمدن التقليدية أو القديمة في عادة ما تكون محاطة بأسوار، وهذه الأسوار فهي ما تزال تُرى في كثير من المدن التقليدية أو العتيقة أو المدينة كما يسمونها باللغات الأجنبية مدينة. فالمدينة القديمة فهي أيضا فهي حتى في المغرب، فاس، مراكش وما غير ذلك، فهي مدن القديمة فهي عادة ما تكون محاطة بأسوار. لذلك فالمجال في المدن هو مجال مغلق يكون محاط عادة بالأسوار، والكثافة السكانية في هذا المجال عادة ما تكون كثافة سكانية مهمة أكثر من البدو، وأن هؤلاء السكان فهم يعيشون عادة في هياكل عظيمة وقصور وبنايات كبيرة وما إلى ذلك. وبالتالي فيلاحظ أنه من حيث تنظيم المجال، من حيث نمط البناء، من حيث استغلال المجال، فهو يختلف بين البدو والحضر. الجانب الثاني بالإضافة للجانب المورفولوجي، الجانب الثاني هو الحياة الاجتماعية. الحياة الاجتماعية بالنسبة لابن خلدون فهي تختلف بين أهل البدو وأهل الحضر. الحياة الاجتماعية ففي البدو فهم يتصفون حسب ابن خلدون بأن علاقاتهم الاجتماعية عادة ما تكون قوية ومتينة، وأساس هذه العلاقات هو النسب، رغم أن النسب هو شيء وهمي، ويؤكد على ذلك ابن خلدون بنفسه أنه شيء وهمي، لكن أهميته تكمن في أنه يخلق الوحدة والالتحام ويدفع إلى النصرة والتناصر، وبالتالي فهنا تكمن أهميته، وهو ما يجعل العلاقة بين الناس هي علاقة تكون عادة ما تكون قوية ومتينة. في حين أن العلاقات الاجتماعية في المدن بحسب ابن خلدون فهي علاقات عادة ما تكون علاقات هشة وضعيفة، وأن الناس في العادة لأن يتصفون بأنهم لا يعرفون بعضهم البعض، والسبب في ذلك هو أنه سكان المدينة عادة يكون كبيرا مقارنة بأهل البدو، وهنا هذا ما يجعل أن العلاقات تكون هشة وضعيفة، لأن الناس لا يعرفون بعضهم البعض، كلهم لا يعرفون بعضهم البعض. ثم من جهة، ومن جهة ثانية، أن في المدينة فيسودها اختلاف المصالح وتضاربها بين الناس، فهناك عدد كبير من الناس ولكل منهم مصالح، وهذه المصالح فهي تتضارب مع مصالح الآخرين، الأمر الذي يؤدي إلى التنافر والصراع، وهذا الأمر الذي يسود في المدينة هو التنافر والصراع الاجتماعي بين الأفراد، وهذا يجعلنا بشكل من الأشكال يمكن أن
أن نعقد مقارنة بين ما يقوله ابن خلدون على هذا المستوى بين ما يقوله تونيز في تمييزه بين الجماعة والمجتمع. فالجماعة في العادة علاقات اجتماعية تكون قوية ومتينة وترتكز على ما هو دموي، في حين أن العلاقات داخل المجتمع عادة ما تكون تقوم على التنافر وعلى الصراع. المعيار الثالث الذي يتحدث عنه ابن خلدون أو الذي يمكن أن يستشف مما كتب ابن خلدون هو المعيار الاقتصادي. المعيار الاقتصادي فمعنى أنه النظام الاقتصادي في لدى البدو فهو يختلف عن النظام الاقتصادي في المدينة. فالنظام الاقتصادي لدى البدو عادة فهو يقوم على الفلاحة وعلى تربية الماشية. من ما هو أساسي أتحدث هنا وأعيد التأكيد على أن ما يهم هنا هو البدو المستقرين أي الذين يمارسون الزراعة ويعيشون في حياة مستقرة. دونك هؤلاء فهم يعيشون على لهم نظام اقتصادي فلاحي ويقوم على تربية الماشية وعلى الزراعة، وبالتالي لكن هذه الزراعة طبيعة الحال هي زراعة معاشية. بين أنه أتحدث هنا عن اقتصاد ما يسمى الآن باقتصاد الكفاف، بين أنه في العادة الناس ينتجون ما يستهلكونه، في حين أنه في المدينة فالمدينة بالنسبة لابن خلدون فلا تقوم على الفلاحة وإنما تقوم على الصناعة والتجارة. ما هو أساسي بالنسبة للمدينة؟ النشاط الاقتصادي السائد في المدينة بالنسبة لابن خلدون هو الصناعة والتجارة. طبعا الحال الصناعة المقصودة هنا ليست هي الصناعة بمعنى في القرن 19، الصناعة هنا يمكن القول نجارة الحدادة وما ذلك مما يمكن أن نسميه بالصناعات التقليدية. والأساسي في النشاط الاقتصادي بالنسبة أو في هذا الجانب اللي هو جانب اقتصادي بالنسبة لابن خلدون هو أن المدينة تتميز بأنها تتوفر على النقود، فيتحدث عن الدراهم عن الدرهم والدينار، في حين أن النقود فهي لا توجد في المدينة، وهو أمر عادي لأن سك النقود فعادة ما يكون في المدن، وهناك مدن معروفة بسك النقود، ولكن سك النقود لا يكون في القرية. وهذا الأمر ديال النقود ليس مسألة بسيطة لأنه فيما بعد سأتحدث عن هذا الأمر، ولكن عموما أن أهل البدو فهم لا يتوفرون على النقود ويحتاجون من أجل الحصول على تلك النقود إلى بيع غلال ما ينتجونه في الفلاحة وتربية الماشية وما إلى ذلك. عموما أن النشاط الاقتصادي لدى البدو هو عادة ما يقوم على الفلاحة وعلى بطبيعة الحال البدو الذين يقومون بالترحال فهم يعيشون على تربية الإبل في الصحراء. إنما أتحدث هنا عن البدو المستقرين فهم الذين يمارسون الزراعة وتربية الماشية، في حين أنه في النظام الاقتصادي السائد في المدينة هو الصناعة والصناعة التقليدية إصح القول والتجارة، وأن أهل المدينة فهم يتوفرون على النقود التي يفتقد إليها أهل البدو. إضافة إلى ذلك فهناك أيضا معيار آخر للتمييز بين أهل البدو وأهل الحضر لدى ابن خلدون هو الجانب السياسي. ابن خلدون في تمييزه بين أهل البدو وأهل الحضر فهو يعتبر أن النظام إن صح القول النظام السائد لدى أهل البدو على المستوى السياسي هو أن الأفراد يحتكمون إلى كبار القوم ومشايخه، فبمعنى أنه الذي يتولى تدبير هذا النظام اللي هو نظام في العادة يكون قبائلي بدو فهو الناس يحتكمون إلى كبار القوم وإلى مشايخ القوم، وهنا بمعنى أن الشيخ القوم وكبار القوم فهم الذين يدبرون شؤون أهل هذا البدو، وهم الذين يقومون بتدبير كل ما يتعلق بحياة هؤلاء البدو، في حين أنه في المدينة فالناس لا يحتكمون إلى كبار القوم ولا إلى مشايخه وإنما يحتكمون إلى الحكام وإلى رجال الدولة. فهذا يعني أن الدولة فهي ترتبط منذ بدايتها بالمدينة وليست بالبادية.
أو القضية بشكل عام. فالدولة هي شيء يخص المدينة وجميع الدول في العالم، فهي ظهرت في المدن ولم تكن في، قد تبدأ من القرية ولكنها تنتهي عندما يتم إنشاء العاصمة، ففي العادة فعاصمتها تكون في المدينة، في حين أن القرية فلا توجد عاصمة لدولة معينة في قرية في ربما في أي مكان في العالم. لذلك ف بطبيعة الحال هنا العلاقة بين أهل البدو وأهل الحضارة أطلق لها في فيفا، لأن المسألة السياسية فهي تعتبر أساسية بالنسبة لابن خلدون في تناوله العلاقة بين أهل البدو وأهل الحضارة، وهو أمر سأعود إليه لاحقا. أيضا يمكن أن نضيف إضافة إلى ما هو سياسي، هناك الجانب القيمي أو الجانب الأخلاقي إن صح القول. فابن خلدون يميز على المستوى القيمي أو الأخلاقي بين أهل البدو وأهل الحضر. فأهل البدو في العادة بالنسبة لابن خلدون فهم يتصفون بالشجاعة وبالخير وبالعمل الدؤوب، فهم مجدون في عملهم وهم شجعان ويتصفون بالخير، في حين أن أهل المدينة لأن نمط حياتهم لهم نمط حياة يختلف عن أهل البدو، فهم عادة بالنسبة لابن خلدون فهم يتصفون بالجبن والشر والكسل والاتكالية. بالتالي حتى على المستوى القيمي فهناك اختلاف بين أهل البدو وأهل الحضر أو بين البدو والحضر. بالإضافة إلى كل هذه الجوانب فابن خلدون أيضا يمكن أن نجد عنده تمييز بين أهل البدو وأهل الحضر على المستوى الإبيديمولوجي. الإبيديمولوجيا كما هو معروف هو علم الأوبئة الذي يدرس انتشار الأوبئة في المجتمع، وحتى على المستوى الإبيديمولوجي فهو ابن خلدون يعتبر أو يرى أن هناك اختلاف بين أهل البدو وأهل الحضر. فأهل البدو بالنسبة لابن خلدون فهم يتصفون بأجساد ضخمة وصلبة، وأنهم أيضا هؤلاء فهم يتصفون بالصحة والسلامة الجسدية. لذلك وهذه الصحة وأجساد ضخمة وصلبة والصحة والسلامة الجسدية فهي ليست مسألة، هي مسألة مرتبطة بمسألة مرتبطة بنمط حياتهم. فهذه الصلابة والصحة والسلامة الجسدية ناتجة أساسا عن كونهم يعيشون بإن صح القول نمط حياتهم يفرض عليهم ذلك، أن تكون أجسادهم ضخمة وصلبة، لأن هناك في تحصيل المعاش في لدى البدو فهو يحتاج إلى هذه الصلابة، وأن الصحة والسلامة الجسدية مرتبطة بنمط حياتهم. فنمط حياتهم إن صح القول باللغة المعاصرة أنهم يعيشون بنمط حياة صحي. لماذا؟ ولأن بالنسبة لابن خلدون فهم لأنهم كما جاء في القيم أن من قيمهم هناك العمل، فهم دائما في عمل دؤوب، وهذا العمل فهو يفرض أن تحرك باستمرار. ويتحدث ابن خلدون عن الرياضة، يستخدم هذا اللفظ الرياضة، ابتلي أنه بين أنهم دائما في حركة وفي نشاط، وأنهم لا يتصفون بالكسل، وذلك يجعلهم في نهاية المطاف يتصفون بالصحة والسلامة الجسدية. على العكس من ذلك، فابن خلدون يرى أن أهل المدينة فهم يتصفون بأجساد ضعيفة ولينة، وأن هناك المدينة فهي مرتع لأمراض متعددة ومتنوعة، وأنها نسبة الإصابة بالأمراض فهي توجد في المدينة أكثر مما توجد في القرية. ولذلك فبطبيعة الحال أيضا هاد الأجساد ضعيفة ولينة فهي مرتبطة بأن نمط حياة هؤلاء هو نمط في نهاية المطاف غير صحي، لأنهم غير لا يخضعون لا لأن نمط حياتهم فهو يقوم على الكسل على الاتكالية، وهذا الكسل والاتكالية يجعلهم لا يقومون بأنشطة يومية، وبالتالي أن ذلك الخمول الذي مرتبط بالترف والكسل فهو في نهاية المطاف يجعلهم عرضة لأمراض متعددة ومتنوعة، وهذه الأمراض
وكما معروف أن هذه الأمراض فهي التي تخلق حاجة لدى أهل الحضر للجوء إلى الطب. لذلك فالطب بالنسبة لابن خلدون فهو يوجد في المدينة ولا يوجد في البدو. الطب لأنه لماذا الطب؟ لأن الطب هو نتيجة حاجة، الناس نمط حياتهم يجعلهم مرضى، وهذا المرض فهو يلزمهم التوفر على أطباء لعلاجهم من تلك الأمراض. عموما أنه يتدين بالنسبة لأهل البدو وأهل الحضر بالنسبة لابن خلدون، فيبدو واضحا أن هناك اختلاف بين وواضح بينهما، وذلك على مجموعة أو اعتمادا على مجموعة من المعايير التي تطرقنا لها سابقا. أتوقف هنا، وفي الحصة اللاحقة سأتطرق لموضوع العلاقة بين البدو وأهل الحضر. شكرا.